بركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة صلاح أبو حسين الزراعية. يعني ده تاني فيديو أنا بعمله على الأقرصات والسرطانات اللي في السوفندي والبرتقال. دي شجرة سوفندي، حلو الكلام ماشي. شجرة السوفندي بتبقى مختلفة عن شجرة البرتقال. شجرة السوفندي ورقتها بتبقى رفيعة زي كده، تمام. شجرة البرتقال بتبقى ورقتها عريضة ماشي. احنا هنعمل ديت كده في شجرة ايه؟ السوفندي، تمام. ده السرطانات اهي بتبقى باينه كبيره جدا. شجره السرطان دوت بيبقى باين ازاي؟ بيبقى هو المتوغل في الشجره، هو اللي بياخد الغذاء، فاحنا بنقصه ماشي، بنقصه من تحت، بنقصه خالص كده، ما بنخليش فيه حاجه كده اهو اهو. والسرطان دوت بتلقى في الشوك ده، الشوك اهو، ده شجره سوفندي ما فيهاش شوك، تمام. السرطان بتلقى فيه شوك اهو زي ما حضراتكم شايفين. السرطان بيبقى فيه شوك زي ما انتم شايفين كده اهو ماشي. وابدا ايه؟ انضف خالص، ما اخليش فيها حاجه خالص كده اهو ماشي. ادي الطعمه اهي، دي الطعمه اهي كده اهو. دي كده الطعمه اهي، الشجره اهي. اعمل لها ايه بقى؟ انا ممكن عشان انا عايزها تطلق معايا، اروح جايب من هنا اهو كده اهو. دي عمليه التجزيم اهي، دي كده عمليه التجزيم اللي الناس بتسال عليها. دي كده اتقزمت اهي في الشجره اهي، دي كده ما فيهاش اي حاجه، تمام اهي. سرطان اهو، شجره مطعومه اهي. هات الطعمه كده، شجره مطعومه من هنا. دي شجره برتقال اهي، شوف شجره البرتقال الاختلاف فيها اهي في الورقه اهي. ده الاختلاف في ورقه شجره البرتقال عن شجره السوفندي. ده كيس الزراعه، ده احنا ما بنشيلهوش، ده كيس الزراعه ما فيهاش حاجه، ما فيهاش سرطانات، ما فيهاش اي حاجه، تمام. تعال الطعمه هنا اهي، اهي الطعمه. سرطان اهو، بص السرطان اهو، ده السرطان اهو، سرطان اهو. دي مطعومه من هنا، طعمه اهي، شجره تمام اهي، ما فيهاش حاجه. شجره البرتقال دي ما فيهاش سرطانات اهي، تحس ان الشجره ايه، جته وشغاله حلو. ده السرطان، نضف عليه كده اهو. اغلبية السرطانات بتطلع من تحت الطعمة، بتطلع قريبة للجدر، ان هي بتمص الغذاء كله اللي في الجدر، بتمص الغذاء الشجرة كله اللي في الجدر. فاغلبية السرطانات بتطلع من تحت، تطلع من تحت، من الجدر من تحت. شجرة حلو، بص انزل كده. دي انا من فتره كنت عامل لها عمليه تجزيم اهي، اهي عامل لها عمليه تجزيم اهي. بص كل العرف اللي اتقص طلع مكانه اهي، انزل كده اهي، اهو ده مقصوص اهو. بص طربت ازاي. عمليه التجزيم مهمه جدا، مهمه جدا في الشجره ان هي تطلق معاك وتنمو معاك. دي بالنسبه للسوفان. اروح بص اعمل لها عمليه التجزيم اهي، ما تخافش اعملها، ما تخافش، هتطلق وهتبقى 100 100. ده بالنسبه للسوفندي والبرتقال.